قصي علينا ما حدث يا بثينة. كفي عن البكاء وتحدثي. كنت أقوم بجمع العشب البرية حين أتاني من الخلف متسللا، وعندما التفت إليه مرتعة القبض علي وحاول أن... ألم يجد سواك للقبض عليها؟ أنت في سن أمه. لقد كان وحشا وليس إنسانا. تكذبين يا امرأة، تكذبين. الكاسر ليس كما تصفين. سأجتث لسانك يا ابن الرومية. ألا أنا أقتلك أيها الوضيع؟ لما تدافع عن نفسك أيها الضيف؟ وما حاجتي للدفاع عن نفسي وأنا أراكم تصدقون؟ كيف لفارس مثلي أن يقدم على عمل كهذا؟ كيف للكاسر أن يكون أفعى غادرة؟ أن يهتك عرض من آواه وحماه؟ أقسم يا قوم إنني لم أرها إلا وهي بينكم الآن. كنت أستحم في البحيرة عندما سمعت صوت امرأة تطلب النجدة، فارتديت ملابسي بسرعة وهرعت محاولا العثور عليها، فألقى منها هذا الاتهام الفظيع. هذا لا ينفع يا حسان، أليس هناك مبرر واحد لتدعي عليك ما ادعت؟ أجل، ليس هناك سبب لتدعي عليك. يجب أن ينال جزاءه يا سيد القوم. ومن رآه يعتدي عليها؟ من رآه؟ هذه بتلك. إياكم أن تظلموه يا قوم. أقسم إنني أراه أطهر من ماء المطر. أنت تعرف زوجك خيرا منا أيها الباشك. إنها ليست لقية سريرة، لقد حاولت حرقي، دست الأفعى والعقرب في فراش أبيك، حرضت ثابتا على قتله. لابد أنها دعت ما دعت، ادعت ما دعت عليه لغاية في نفسها. قل له أن يصمت يا أبي وإلا قتلته. اقتلني أيها الباشك، ولكن إياكم أن تقتلوا ضيف، فإنه بريء، إنه بريء يا ابن الوهاد. لا أظنه بريئا يا ابن الرومية، أنت تستحق الموت أيها الضيف. لا يا ابن الوهاد، أتظن أن رجلا يخاطر بحياته من أجل تحذيركم يقدم على فعل شائن كهذا؟ نحن لا نعرف شيئا عما يبطن صاحبك يا خالد. لن أقتلك وأنت أعزل يا حسان، سأقتلك والسيف بيدك، فهذا حقك علينا كضيف. والضيف لا يرفع سيفه في وجه مضيفه. هذا كرم يحسد عليه ولدي، فقد أعطاك فرصة الدفاع عن نفسك، وما كنت أعطي لسفيه فرصة الدفاع عن نفسه. Yeah.
اسمه ولدك ليث؟ إنه ولدي ليث. حسان، ابن من أنت يا حسان؟ إنه مشهور النسب يا سيد القوم، عثروا عليه ضائعا منذ سنوات طويلة. أجل أنا من ربيته، فقد كان تائها في العراء. لو كان ابن أخي فقد اعتدى على زوجتي ويجب أن ينال جزاء. لا يا البشر، لقد رأيت ما حدث. ماذا رأيت يا أسامة؟ رأيت بسينة تراقب حسانة خلسة عندما خرج من البحيرة. وماذا رأيت أيضا؟ رأيتها تمزق ثيابها بيديها وتجري صارخة تطلب نجدة البشر. سنة يا جدي، لهذا لم تكن لدي الرغبة في قتلك. إذا فشقيف من رباك يا ليث. وقد لقنني كل جبروته وقسوته، لكن شيئا ما في داخلي كان يمنعني من أن أكون مثله. لأن الدماء التي تسري في عروقك دماء أبيك، دماء عربية. عندما دخلت إلى قبيلتكم أول مرة ورأيت تمثال أبي منتصبا في الساحة، شعرت كأنني أعرف من هو صاحب هذا التمثال. لا تثير شجوني يا ليث، فما زال الندم يحفر في قلبي لقتله. إنما قتلته لتقتل الشر داخله يا عماه. لا الباشق كان يصدقني ولا ابن الوحش. كانوا يظنون بأنني كاره لبثينة، لهذا ألقي التهم جزافا عليه. لولا أسامة بن شاهين لما ظهرت حقيقته. إنها السماء لها ترتيبها في إنزال العقاب على من يستحق. كان ما حدث حلم يصعب تصديقه. لم ينتهي الحلم بعد يا خالد،
فثمة معركة قادمة لا نعرف إلى ما تؤول نتائجها. أنتم للمعارك يا أبا حرب، أنتم للمعارك. أنت أمه أكثر مني يا سلافة، فأنت من زرع الأخلاق الحميدة فيه، أنت من أحبه ورعاه رغم رعونته وتأثير شقيف عليه. ولكن أي حقد كانت تحمل تلك المرأة؟ كانت سما يجري في جسد القبيلة منذ وطأت قدمها فيها. أي إشراق أصبح يجلل وجهك؟ ومع هذا فأنا حزينة يا سلافة. حزينة؟ حزينة لأنني لم أتعرف عليه لمجرد رؤيته وأنا أمه. إنها السنين الطويلة وقد كان طفلا صغيرا. فأين حدس الأم إذن؟ أين عاطفتها؟ أين الرائحة التي تشتمها الأم دون سواها؟ أيعقل أن تحس به بثينة ولا أحس به؟ أيعقل أن لا تتعرف الأم إلى ولدها إلا من خلال وشم على كتفه؟ كفي عن لوم نفسك يا خولة، ولا تضيعي فرحة اللقاء، فقد انتظرته سنين عمرك. لكنها لن تكتمل إن لم نتحر شقيفا وعصبته. أجل أجل. نادك؟ لا شيء، لا تشغل بالك. كيف وأنا أرى الخوف في عينيك؟ أخاف على من أحب. سلافة، من تحبين يحميك في قلبه وبين أضلاعه تعيشين. أريدك إلى جانبي. وهل ابتعدت لأقترب؟ قلبي يرتجف خوفا من الآتي. الآتي من الأيام هو الأجمل. كيف؟ كيف؟ والآتي شقيف. خالد، لعائشة أريدك حيا، لي أريدك حيا. لا معنى لوجودي دونكم، سنعود إلى ابنتين صدقيني، ولن أسمح للموت يأخذني منكم. عدلي بذلك. أحبك. عدلي. أحبك. إلى جانب الرجال لتشد من عزيمتهم. لا حاجة لمن يشد عزيمتهم يا أبي، إنهم ينتظرون المعركة بفارغ الصبر. ولكن ماذا عنك يا أبي؟ ماذا عني؟ هل ستشترك في المعركة؟ أتريدني أن أعود أدراجي لأختبئ مع النسوة والأطفال؟ لم أعني هذا. ما الذي عنيته إذن؟ أعني أن جسدك لم يعد يحتمل أتون المعركة، ولا يحتمل أن يبقى متفرجا وأهله يخوضون معركة قد تكون فاصلة. عندما تبدأ المعركة أتمنى لا تكون في الصفوف الأولى. هذا يتوقف على المعركة أيها الباشا، فلا تستبق. هذا
ما أوحش الأرض من دون ساكنها، ولكن ما أجمل أن يعيش المرء وحده هكذا دون أن يعكر صفه أحد. أي متناقض أنت يا ابن الرومية؟ ترى هل وصل شقيف وأوقاده؟ لا أحد في القبيلة يا شقيف، إنها خالية على عروشها. ليس هذا فقط، ابن الوهاج وفرسانه يعسكرون في الطريق وكأنهم يستعدون للحرب. إذن هناك من حذرهم يا شقيف. ليس بين الرجال من هو خائن يا ريموس. هل اشتموا رائحتنا فأخلوا القبيلة من أهلها واستعدوا لنا في الطريق إليهم؟ لا تثر أعصابي يا ريموس ودعني أفكر. إن كانوا مستعدين لنا فالأفضل أن نعود على أعقابنا. هل ستتراجع يا ريموس؟ لم أعتد التراجع، ولكن ماذا عن كنوز ابن الوهاج وكنوز ابن العلقم؟ لا شك أنهم أخفوها عن الأعين. عندما نهزمهم سنجبرهم على الاعتراف بمكانها. وإذا لم نهزمهم يا شقيف؟ سأعطيك ثروتي كلها، وهي تفوق ثروة ابن الوهاج وابن العلقم معا. كم يبلغ عدد فرسانهم؟ أظننا أكثر منهم عددا يا شقيف. سأقاتلهم وجها لوجه وسأسحقهم. إن أردنا أن نكسب المعركة فيجب أن نقتل قادتهم أولا لنخلخل صفوفهم، خاصة شقيف لأنه القوة التي يحتمون بها. لا أظن رجلا كشقيف يقاتل في الطليعة. ولا ريموس قائد مرتزقته أيضا. لا مناص من الوصول إليهم حتى لو كانوا خلف مقاتليهم. دع رماتك يتكفلون بهم. أنا أعرف شقيف يا أبي وسأدلهم عليه أثناء المعركة وربما قبل أن تبدأ. اللعنة اللعنة، قلت لهم أن يضعوني وسط الساحة لكنهم وضعوني قرب تمثال أسامة. هل يعني هذا أن أموت كما مات برمح في ظهره؟ على الأقل لن أموت بيد ابن الوهاج. وقع حوافر الخيل سرعان ما يأتون. أكره الصمت،
وأكرهك يا بثينة حتى وإن أكل الدود جسدك. اللعنة، كيف عرفت أن ليثاً ابن أسامة وأمه لم تعرف؟ أي حدس لعين كنت تملكين؟ أي حدس؟ ربما هو الحقد الدفين من جعل حدسك ينمو عملاقا. شقيف معه فلن يجد في القبيلة سواي لينقض عليه ولكن ما عساه يفعل بي أكثر مما فعلته السماء لا يكون الأمر سهلا يا شقيف، فهم أكثر عددا مما قلت ومما تخيلت. هكذا ترى الأمر؟ أنا مقاتل يا شقيف، وأعرف تماما كيف تبدو الأمور. متعة الحرب يا ريموس ألا يكون نصرك محققا. لم نعتد أن نخوض حربا، والنصر ليس في متناول أيدينا. أن ترى أعداءك كثر كفيل بدب الحماس في أوصالك ليجعل من ضرباتك قاتلة. الحماس في غير موضعه وبال على المقاتل يا شقيف. لست ممن يحبون النصر السهل يا ريموس، فإن كنت تشعر بالخوف فالطريق أمامك مفتوحة للتراجع. إياك أن تتهمني بالجبن. إياك. أقسم إن الخوف لجمال. لا تراهن على ذلك أيها الباشا. عليكم اللعنة! أليس فيكم من يأتيني سيرويني ما يحدث؟ عليكم اللعنة! لا أحد يفكر في لا. سنظل نحدق إليهم حتى يبادروننا باللجوء. نحن ما يملك المبادرة أيها الماجق. ابقوا في أماكنكم. أبي! أنت هو شقيف بن شامان؟ أنا هو يا ليث بن الوهاج، فعجل بإلقاء ما تحمله إليه. ألا أعرف أولا ما تحمله إلينا؟ نحمل الرد على تهجمكم علينا يوم داهمتمونا ونحن نيام. ما هاجمناكم إلا ردا على فتككم بقبيلة الأشعث بن الأكثم وهم نيام. فواحدة بواحدة. واحدة بواحدة؟ ولكنكم لستم من قبيلة الأشعث. نحن عرب يا شقيف، والعربي ينصر أخاه ويرد عنه الضيم حتى لو كان في أقصى الأرض. الفرق بيني وبينكم أنني أستطيع الفتك بمن أشاء لأنني الأقوى. إذن هو قانون القوة ما تحتكمون إليه. أليست القوة هي معيار التفوق؟ بالنسبة للطغاة أجل، ولكننا الجوارح يا شقيف، فلسنا بالضعفاء إذن.
ولم تحدوني الرغبة في التحدث إليك لأنكم الأقوى، وإنما هي الرغبة في حقن الدماء، دمائكم ودمائنا. جئتكم حفاظا على دمائنا من أن تراق. نحن نكره العنجهية يا شقيف، ونعرف كيف نرد عليها. هذا كل ما لديك لتقوله لي؟ عد إلى ديارك يا شقيف، واحفظ ماء وجهك. سنخوض معركة خاسرة يا ريموس. أنا أعرف أولئك الفرسان أكثر مما تظنون. إذا كنتم ستقاتلون من أجل المال، فهم سيقاتلون دفاعا عن العرض والأرض والنفس، وليس من أجل المال. تخيل يا ريموس، تخيل أي قوة ستضاف إلى قوتهم. لقد وصلتني رسالتك، فإليك رسالتي. حرصا على عدم سفك دمائكم، أنا أقترح عليكم أن تستسلموا وأن تقدموا لنا كنوزكم وكنوز ابن العلقم. أنت بهذا لم أنهي رسالتي بعد. هيا أكمل. إن فعلتم ذلك أبقينا على حياتكم وعدنا أدراجنا، هكذا فقط تكون واحدة بواحدة. قد اخترت أن تذبح يا شقيف، ويبدو أن لا مناص من ذبحكم. سنرى يا ابن الوهاج، سنرى من منا سيذبح الله. سنرى، سنرى. لن أظل هنا لأكون آخر من يرى ويسمع. لن أظل، لن أظل. أنت لم تأتي للثأر يا شقيف، إنما أتيت من أجل كنوزنا وكنوز ابن العلقم. أنا لا أنكر أن متعتي في الحصول على كنوزكم تفوق متعتي في قتلكم، ولكن لا بأس عندي من اقتناء الاثنتين. سأطرح عليك حلا قد يرضي غرورك واعتدادك بنفسك. ماذا تريد أن تقول؟ أنا من يريد أن يقول، إن كان لابد من سفك الدماء فليسفك منها أقل قدر ممكن، إما كنوزكم وإما الحرب. لما لا نسمعه يا شقيق؟ أنا القائد هنا يا ريموس، وقد اخترت الحرب. إما أن نسمعه أو سأنسحب ورجالي ولا نتراجع. لا ضير من أن تسمع ما لدى ولدي يا شقيف. هو اختبار لقدرة بعض مقاتليك وبعض مقاتلينا، فمن كانت لهم الغلبة كان على المغلوب أن يصغي وينفذ. لم أفهم شيئا بعد. تختار من مقاتليك من تظن أنهم الأبرع والأشد مراسا، ونحن نختار من مقاتلين مثله، ويكون نزال موت، ومن يبقى حيا فقومه هم الفائزون. فإن كان لكم الفوز خرجتم ومعكم كنوز ابن العلقم لا كنوزنا، أما إن خسرتم رحلتم مكتفين بما نلتم. لست مضطرا لقبول حلكم. أن نخسر بعض رجالنا خيرا من أن نخسرهم جميعا. لماذا تظن بأنهم سيتفوقون علينا يا ريموس؟ لماذا؟ لأن من تراهم أمامك ليسوا هم فقط من يدخرونهم لنا،
هناك الكثير من الجالهم ينتظرون الإشارة لينضموا إليهم. ولقد رأيت البعض منهم خلف تلك الدلة. أجل يا شقيف، أجل. اقبل أيها الوقت. لا بأس يا ابن الوهاج، لكنني لن أكتفي بكنوز ابن العلقم، بل بكنوزكم أيضا. هذا شرط أوافق عليه. ونحن نوافق عليه أيضا. كم مقاتلا ستشركون من عندكم؟ 5 منا و5 منكم. اخترت نفسي أول المقاتلين. وأنا أيضا. شارك توازن، أترك توازن، سانتوس توازن، حبيب توازن، طلبة توازن، شاهين توازن. الخامس يا شقيف. إذن فأنت تنتمي إلى قبيلة ابن الوهاج. أنا أنتمي لكل من هو عربيك. ظننت أنني لن أراك ثانية يا خالد، ولكن على ما يبدو أقدرك أن يكون موتك على يدي. لهذا أختارك خصما لي يا شقيف. حقا؟ أتذكر أول قتال بيننا يا خالد؟ منذ أحد عشر عاما. الآن سأقاتلك كما كان علي أن أقاتلك يومها، فإن كنت قد هزمتني فموتك اليوم هو هزيمتك. سأرى أن كان قدري أن أموت بسيفك يا شقيف. بما دار حتى الآن. ألا تصبر قليلا حتى نرى ما ستسفر عنه المعركة؟ شقيف سينتصر.
الأعمى يستطيع أن يبصر ذلك. عليك اللعنة يا وجاشو، عليك اللعنة. توازن 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 توازن. لم يبقى إلا واحدا من رجالك يا شقيف، حتى لو قتلت خالدا فقد خسرتم. لا يا ابن الوهاج، أنا من يرغب بنزال شقيف، ونصري هو قتلك. سأقتلك يا خالد، من أجل السنين الماضية سأقتلك. سأقتل فيك كل عذابي، كل قهري. سأقتل فيك أولادي الذين لم أنجبهم. إن قتلتني يا شقيف فسأقتل في نزال عادل، وإن قتلتك فلأنك تستحق القتل. Ah!
ابن الرومية. يا سيدي قم، يا سيدي قم.